حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليوم بصوتكم. راح نعرض لكم في هذه الحلقة أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي دا تشوفوها بأسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا على أي لحظة، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على أي رقم من الأرقام اللي دا تشوفوها بأسفل الشاشة. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب إن كان، تقدرون أيضا تتواصلون ويانا عبر برنامج الواتساب على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب، الرقم الأخير اللي بصف إشارة الواتساب. تقدرون تتواصلون ويانا على البرنامج برسالة مكتوبة، أتمنى تكون متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم وأول ملف ويانا بالحلقة هو ملف النازحين. نتناول بهذا الملف ما يخص الإهمال الحكومي السافر لهذه الشريحة اللي قاست الأمرين نتيجة وقوعهم تحت وطأة النزوح هربا من تنظيم إرهابي، واليوم يعاقبون أشد عقوبة. قرارات حكومة الإطار التنسيقي الموالية لإيران أثار بشأن عودة النازحين وإغلاق مدارس وممثليات وزارة التربية بكردستان العراق أثارت احتجاجات وردود فعل غاضبة، وإن وصفت هاي القرارات بأنه هي عقاب جماعي وتنكيل بالنازحين، وهذا استمرار بتخبطهم بملف النازحين رغم مرور أكثر من 9 سنوات. 9 سنوات هم نازحين وما حد فكر لهم بحل. 1,300,000 نازح عراقي يعيشون اليوم بظروف صعبة بمخيمات، خلونا نكون صريحين، هي مو مخيمات، هي معسكرات نفي. هم منفيين بنص بلدهم ومنفيين على بعد شمرة عصا عن مناطقهم الأصلية، منفيين بوسط إهمال حكومي متعمد وصل إلى حد حرمانهم من أبسط مقومات الحياة بوقت تدنى به درجات الحرارة وتأثر موجة الأمطار بتفاقم معاناتهم. خلونا نستمع سوية إلى عدد من شهادات النازحين في مخيمات النزوح حول إهمال حكومة الإطار التنسيقي لهم. محتاجين ما محتاجين؟ والله التغذية. التغذية مو تجيكم؟ لا والله ما تجينا، خربانة تجينا. والهجرة مو تعجبكم الهجرة غذائية؟ لا تجينا خربانة، ما تشيلها الفار وما تفي. كم شهر يلا تجيكم الهجرة؟ 6 شهور، شهرين. ما تجينا ما تفي. والله احنا مخيم العامرية متأذين، وجزاكم الله بألف خير. مخيم العامرية. السلام عليكم الناشد المتبرعين، أهل الخير الطيبين الله ينطيهم. والله عندنا طالبات بالمدارس و10 بنات بريدن الصداري وغمصة، والله ما عدن خطية، والناشد الخيرين الطيبين المتبرعين الله ينطيهم إن شاء الله يجزيهم بألف خير. محتاج صواد، جواشد، غذائية، خيام، نفط، كلش محتاجين والله. هالبرد شلون وضعكم هنا؟ شلون؟ والله ما في. ليش؟ ايوه شغل واحد وقاعد يوم. ايوه والله نفط او خيام. احنا هسه هاي الخيام كيفك محمد مثل مطر الدنيا من فوق. خرج ليش انزرف؟ هسه هاي الخيمة. اي والله. يجيكم الله. اي والله. ولا هو لا عندنا صوبة. ولا هو. احسبك والله احسبك صدق. اي والله. صوبة ما في. صوبة ما في. نفط ما عاد. ما في. اي والله. ولا شغل ولا شيء. كلش ما كلش ما. أريد بطانيات، أريد خيام، أريد صوبات، جيب ملابس. هذا حال النازحين، خيام بالية مصنوعة من القماش أو الشادر، لا هي بالصيف تبردهم ولا هي بالشتاء تدفيهم. زي أنتم تعرفون حال المناطق العراقية اليوم بالمدن لما تمطر الدنيا ايش راح يصير، وراح تشوفوه بعد شوية بالحلقة، لكن تخيلوا المخيم شنو الحال بيه لما تمطر الدنيا. ذكر أحد الأشخاص اللي التقى بالسيدة النازحة بالبداية، قالها والمخازن أو الحكومة ما تعطيكم شيء؟ قالت لكل 3 أشهر 4 أشهر. بهالأثناء تم تداول مقطع مصور من قبل ناشطين من داخل أحد مخازن وزارة الهجرة يحتوي على مواد كدست
لأشهر سنين ما نعرف. المشكلة أنه هاي المواد تجاوزت فترة الصلاحية، يعني أكسباير، غير صالحة للاستخدام البشري. المقطع يبين لكم حجم الإهمال الحكومي الملف النازحين. وصل الحال بالحكومة أن تقدس كميات كبيرة من المواد اللي من المفترض أن توزعها على النازحين حتى تخفف عنهم معاناتهم، لكن ما وزعتها عليهم. تعالوا نشوف. نحن الآن موجودين في مخازن وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية. المخازن تحافظ على نفسها والنازحين ميتين من الجوع والعطش والبرد بالمخيمات. طبعا هنا شفنا كوارث صراحة. هذا المخزن تم ضبطه قبل فترة قصيرة. المخزن يحتوي على كثير مواد اكسباير. هذا مو احنا نقوله، طبعا تحاليل مختبرية تقول انه اكو مواد اكسباير موجودة في هذا المخزن. طبعا هذه المواد هي مواد غسول وتنظيف وهذه الامور. شوفوها هذه المواد كلها اكسباير. الانكى من هذا انه هذه المواد يتم صناعتها من مادة واحدة هي فقط تحتاج الى الوان. هذه المادة يخلولها الوان اللي هو موجودة هنا طبعا. هذا الألوان طعام مكتوب عليها، يصنعون من عندها نفس المواد ومن ثم يوزعوها للنازحين. ما شاء الله، مواد التنظيف يصنعوها من مادة واحدة. ذكروني بزمن الحصار كانوا أكو بعض العرباين بالشارع كانت تفتر عند زاهي وسائل غسيل أو منظف اللي كانت الإيد لما تلزم تقشر، لأنه ما حد يعرف المواد الكيميائية اللي حطيب هذا الزاهي شنو. الزاهي اللي ما يعرف شنو كلمة زاهي بالعراق اللي هي سائل الجلي أو سائل غسل الصحون أو الأطباق، احنا نسميه زاهي. زين، فأنتوا المواد التنظيف يصنعوها من مادة واحدة، وين؟ بالمخازن مال منو؟ مال وزارة الهجرة. هم يعبون ما شاء الله مسوين خط انتاج، هو مع ذلك ما موزعيها. يعني ايش جاي تنتظرون؟ تفرخ العلب مال ديتول والمنظفات والصابون. زين، انت تطي ديتول، فرضا ديتول ومنظف وصابون وسائل وما اعرف شنو هالسوالف بخيمه، هو مي ما عنده، هو مواد اساسيه ما عنده. زين، عوفه من المنظفات، هو افتر بالمخزن تمان ودهن وزيت ومعلبات، ذني شي ينتظرن؟ بس سؤال، ذني شي ينتظرن؟ تنتظرون انتم تسدون مخيمات النزوح وترجعوهم، او مو ترجعوهم، تقول لهم يلا لزموا الباب حيروا بنفسكم، وراها تقولون احنا سدينا مخيمات النزوح بعد ما عدنا مخيمات نزوح، بعد ماكو حاجه الى هاي المواد، يلا يا جماعه الخير بيعوهن. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت. اول تعليق موجود يانا من منى الناصري الانصاري عفوا، تقول منى هم المسؤولين فاسدين، بقت على المواد اكيد فاسده مثلهم، قابل يجيبون مواد بها خير، بس ايش قد حصلوا ونزلوا بجيوبهم من هاي المواد الفاسده. زهره تقول خوش وزاره توزع مواد فاسده للنازحين. وعباس الشيخ يقول للاسف السله الغذائيه التي يتم توزيعها للنازحين اكثرها غير صالحه، والحل الامثل هو البدل النقدي، افضل واسهل. وحسن يقول الميليشيات التي سيطرت على مناطقهم هي من تمنع عودتهم مثل جرف الصخر. هذا هو تعليق الناس على قضية تفاقم معاناة النازحين في العراق. أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ أفر، تحياتي لقناة الرافدين وتحياتي جميع المشاهدين الكرام. حياك وبياك. حياك الله، حياك، أهلا وسهلا أستاذ أفل. إحنا نعرف النازحين يعني من 2014 ولحد الآن كل رئيس وزراء صار بهذا الحكم، للأسف إحنا نعتمد يعني أن يكون رئيس وزراء إلى دوره يعني أكثر من الميليشيات والضباط والقادات العسكريين اللي بسببهم اللي صارت اللي عندنا مشاكل مثل ما يقولون مشاكل داعش، وطبت ودخلت داعش وحرروا داعش مثل ما قال العبادي ب 2014، ولم يكن انه بعد داعش في العراق. طيب شنو ذنب النازحين اللي اكثر من صار 9 سنين او 10 سنين بعدهم المخيمات النزوح؟ هذول ابناء يعني ابناء شعب عراقيين، يعني من العراق، اساسهم عراقيين، ما هم ايرانيين، ما هم انه من غير دوله وجاي تعتمد انه تصدق عليهم. هم اساسهم ناس اصحاب خير، ناس اصحاب بساتين، اصحاب يعني عندهم يعني ناس ما محتاجين،
بس للأسف الشترجة من الأحزاب السلطة والميليشيات اللي سرقت أموالهم، سرقت المواشي وسرقت الحقول اللي كانت عندهم. للأسف إحنا ما شفنا من محاسبة من هاي رئيس الوزراء أو وزارة الداخلية تكون يعني إلها دور خاص على ميليشيات الحشد اللي دمرت أهلنا وناسنا بجرف الصخر وبالأنبار وبالموصل. كل هاي يجب أن يكون إلهم محاسبة، بس تترجى من ناس إن قادتهم دمج وضباط دمج تابعين ولاية الفقيه الإيراني مثل يعني منظمة البدر والعطائب، كل هاي رادين للأحزاب السلطة. فدول الناس ما عندهم أي رحمة وما عندهم أي إنسانية إنه لو يقول إنه إحنا رجال مقاومة ورجال إنه دافعنا عن العرب، دافعنا عن شرف العراقيين. طيب ما هذول شرفكم؟ هذول ناس أصلهم عراقيين، شنو دمهم لحد الآن؟ أكثر من 10 سنوات باقين مخيمات النزوح وناس موصى وناس كبار السن أطفال ونساء. هذه لو كان عندها غيرة الحكومة والله العظيم والله العظيم لكان رفقت بحالهم ورجعت قيمتهم ورجعت حقوقهم. لأنه هم انسلبت حقوقهم، أولادهم الآن بالسجون، نساهم أطفالهم بالعراء النساكن بهذا الشتاء. بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل اللي سووه بهنا وشعبنا وناسنا، وإن شاء الله راح يكون مثل ما ردت علينا، إن شاء الله راح يجي يوم من الأيام توبة يعاد إن شاء الله إنه نسحق هاي الأحزاب وممن أتى من إيران وحلفاء إيران اللي دمروا العراقيين. واني اشكرك وتحياتي لك وتحيات القناه الرافده علاء من تركيا. حياك الله يا علاء. ربي يحفظكم ان شاء الله حبيب قلبي. بس شويه علي لي صوتك. ايه قول اخويا. حبيب المشكله استاذ اسد، تعرف انت يعني من العشرينات لحد ما اتوا هؤلاء الحراميه، يعني هل شفت رئيس وزراء او رئيس جمهوريه يقول يابا اسمع لحظه واحده، تعال فلان، تعال فلتان، تعال انت مسيحي هاي الوزاره لك هاك؟ ماكو هيك كلام. من ذولا جوي استحوذوا على السلطه زين. وبعدين الصراحه يعني احنا يعني صار الشغله مفتوحه، لا احنا عندنا يعني نحكي على مثلا الاخوان فلان وكذا، بس هو يعني الصراحه التسلط شيعي زين. وبعدين المشكلة إنه على أساس إنه هاي أسوأ وزيرة أجت العراقية، هاي أم الهجرة مهجرين تابع ريان الكلداني. نعم زين. وعلى أساس شوية يعني سمع واحد يقول لهم يا بلعبوا بيتكم ترى إحنا ما استفادينا كذا، فانطوا هاي الوزارة وبقت. هي المشكلة شنو؟ تعال يا مسيحي هاك مع احترامنا وتقديرنا كل الطوائف، هاك يا مسيحي هاي وزارتك روح تكفل بيها انت واهلك وعشيتك كذا، تعال يا سني هاي ملاعبك وهاي جوالاتك، تعال يا شيعي هاي ملاعبك. في هاي المشكلة يعني ما حد يقدر شفتي، ما حد ما يقدر اصلا يصيح البرلمان هذا التعبان، ما حد ما يقدر يحاسبه، ما حد ما يقدر كذا. وهي اصلا بهذا هسه التقرير اخر شيء شوفته وهذا الفيديو هذا هاي تستحق عليها جريمه تدخل بها السجن. هاي خطيه دول الناس اللي متأذين وبالظلم بالشمس والبرد والكذا. هي هاي يعني صراحه ما يصير يعني شغله يعني تصير. والله كثير من الناس الموجودين هناك كثيرهم يعني مسلمين يعني، وهي هاي ما تعرف هاي الشغله يعني جايبيها والله على مود ريان الكيداني يريد يدارون بيه وكذا. حتى هو رئيسهم هذا شاكهم غضبان عليه اني anyway. نعم نعم. بس المشكله هي هاي المشكله يا اخي العزيز، هذول ما يعرفون هي قوه يعني بالقوه يعني ما يعرفون يدورون دوله يعني وما يستحون. طبعا لين اجرام وسرقه ونهب ما يقدرون يطلعون. اول ما يطلع ويجي واحد شريف هذا يفتح اوراقهم وتلاقص. فلهذا لازقين لازقين جونسون الا مثلا حمله شعبيه، حملة يعني من ذول الأشاوس الأبطال اللي لا لهم شغلة بالسنة والشيعة والمسيحيين يهجمون عليهم ويمسكونهم. صراحة ما بيها مجال يعني، لأنه حصلوا نفسهم كل واحد حتى هم قادتهم عند ميليشيات، وبعدين وراها فوقها جايبين لهم حشد شعبي، وبعدين فوقها جايبين لهم قادة واحدهم
حش السامع ان عالمي يسوى صادق no. قائد no. ويبوك بهال عقارات الدولة وكذا. no. no. تحياتي لإدارة القناة. سيد علاء اللي الراديو يقوله انه مشكلتنا اليوم بالعراق هي المحاصصة الطائفية. وقال من تأسست المملكة الملكية العراقية الى اليوم شفتوا هذا اللي دا يصير انه يطون منصب الى طائفة ما لا. رئيس مجلس الأعيان في زمن الملكية احد رؤساء مجلس الأعيان احد رؤساء مجلس الأعيان محمد الصدر جدة المقتدى. هاي رقم واحد. رقم اثنين رؤساء وزراء العراق في زمن الملكية اسماء كثيرة. من ضمنهم نور السعيد، عبد المحسن السعدون، جعفر العسكري، ياسين الهاشمي، رشيد علي جيلاني، أسماء كثيرة مختلفة الطوائف. وزير المالية ساسون حسقيل يهودي، ومن أكفأ الناس اللي لزموا هذا المكان واللي ينسب إلى الفضل بكثير من القضايا المالية اللي أسست بالعراق بعده. بعد ذلك الزعيم عبد الكريم قاسم ماتوا لقوا بجيبة ربع دينار وبيته إيجار وغيره 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 وغيره. المشكلة اليوم اللي عندنا بالعراق قال مشكلة أساسية. احنا ما عندنا مشكلة انك تجيب واحد من اي طائفة كانت، لكن عندنا مشكلة لما تجيب واحد ما يفتهم غبي ما له علاقة. جيب واحد زين همه على البلد خايف على البلد من وين ما كان، كردي عربي تركماني صابئي يزيدي مندائي سني شيعي من كافة طوائف البلد، من وين ما تجيبه بس همه على هالبلد يبني البلد يرجع البلد مثل ما كان كنا راح نمشي وراه. نروح إلى ملفنا الثاني اللي كشفت بموجة الأمطار الأخيرة حالة التردي الكبير بالخدمات وعلاقة هذا الملف بالتعليم. ليش؟ لأنه الشارع ماكو فتتفاقم معاناة الطلاب لما يروحون للمدرسة ويرجعون من أدها، وتحولت الطرق اليوم إلى برك طينية نتيجة انعدام الإعمار وغياب الخطط الطينية الخطط الحكومية لتأهيل الطرق وإعادة إعمارها. مقطع مصور من قضاء أبو الخصيب بالبصرة. الطلبة شلون يمشون يروحون للمدرسة؟ مصفطين بلوك زين وحاطين مسافة بين بلوكه وبلوكه ويمشون فوقها. ليش؟ لأنه ما يقدرون يمشون على الشارع، الشارع صاير طين فهدوهم تتوسخ أو يغرز أو يوقع أو يصير له مشكلة. فتعالوا شوفوا حال التلاميذ بقضاء أبو الخصيب. شوفوا يا أخوان، شوفوا هذا يعني بشرفك هذا حال أطفال هيتشي يمشون يطفرون على البلوك. ليش هيتشي؟ ليش يعني ليش؟ ليش هاي ذمت من هاي ذمت من هاي ذمت من ليش هيك هذا الطين والعواس ليش هيك حاطين بلوكات منطفر عليه؟ شرفكم يعني الله يرضى محمد يا ويرضى بالله. ما تقولوا لي هاي الشرفاء وينهم؟ هاي معقول يعني ماكو شريف؟ معقوله ماكو شريف يحس بمعاناتنا؟ ليش هيك بشرفكم يعني؟ هسه هاي منطقه واحد يطلع بيها لا دوامات لا مدارس لا دنيا لا مسواق. ليش يعني ليش ليش؟ يمتى تحسون يا مسؤولين؟ يمتى تحسون بينا؟ ما أدري والله يمتى تحسون بهاي المنطقة المنكوبة؟ يمتى؟ والله ما أدري واحد شي يحكي، والله العظيم ما أدري واحد شي يسولف. ويا من ويا 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 شريف يسولف ويا ويا يا شريف يسولف ويا؟ ليش هاي حال الأطفال هيك يطفرون؟ أبو الخصيب هيجي لعد بخيامات النزوح شلون؟ يا بعوفونا من أبو الخصيب. تعالوا نروح إلى منطقة الزعفرانية. الزعفرانية ببغداد. الزعفرانية تدعي حكومة محمد الشيع السوداني، حكومة الإطار التنسيقي الموالي لإيران، تدعي إنه هي دا تشتغل على الزعفرانية حتى تطورها وتأهل الطرق اللي بيها. فأنت لما تسمع هذا الكلام يقولوا لك يا بأنه الأمور بها أحسن، بس الناس هناك اضطروا يستخدمون شفل جرافة حتى يشيلون ولدهم بتشيلة ما شفل ويودوهم للمدارس ويرجعوهم بتشيلة ما شفل لبيوتهم. تخيلوا شنو الحال يا بليش استخدموا الشفل والتشيلة هي التاكسي ما التلاميذ؟ لأنه ما قدروا يمشون بالطرق لأنه مي المطر تجمع بيها وصارت طين وحل،
فتخيلوا حال المنطقة اللي محمد الشاع السوداني يقول احنا جاي نطورها. تعالوا من مكالمة مكالمة مكالمة. أنا سامع بالعراق أكو ناس يأخذون خطوط مال مدارس ومال جامعات، بس أول مرة أسمع أبو شفل ماخذ خط. زين حزام الأمام مالتك شنو حبيب تشنقال؟ إذا وقع بطسة وفلتت تشيلة ووقعوا ذولا شو يصير بيهم؟ أنا ما دا أحاسب أبو الشفل، أنا دا أحاسب المسؤول اللي جبر الناس يستخدمون شفل. هذا أبو الشفل قال لك أنا جاي أيسر أمر، خطية جهال يردون يروحون يتعلمون ببلد لا بي تعليم لا بي منهج لا بي كادر تعليمي لا بي نظام تعليمي معتمد لا بي وزارة تقدر تعتمد عليها كوزارة تعليم أو وزارة تعليم عالي، لأنه اللي يقودون هاي الوزارات هم ميليشيات. زين ولا عندك رئيس وزراء داير بال هالبلد. فتخيل هذا حال البلد. ملفنا الأول قلت لكم النازحين، فإذا كانت بغداد قضاء أبو الخصيب بالبصرة هاي مشاكلها، مخيم النزوح اللي بالصحراء شنو وضعه؟ مبلط وحاطين بيوت حتى لو كرافانات مثلا انه من يسد الباب الهواء ما يطبله. تخيل عزيزي المشاهد حال النازح شلون. ناس لما شافت فيديوهات معاناة التلاميذ علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجودي انا من حسين علي: بغداد هكذا، احذر كيف حال بقية المحافظات الفقيرة. ضياء الموسوي: شوارعها عبارة عن مستنقعات ولا حياة لمن تنادي. مؤيد السيفي يقول: أين الميزانيات الانفجارية التي تحدثوا عنها؟ هذا السؤال المنطقي اللي ينطرح على كل مسؤول من 2003 لليوم وعلى كل رئيس وزراء. بعدين نحكي بالأسماء. صادق رمضان يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا العراق أبو الخير ونحن في سنة 2024. تلاميذ أطفال بعمر الورود ينقلونهم بشفل، وين الحكومة؟ وين الأحزاب؟ وين أموال الشعب؟ ما يقدرون يبلطون شارع ويسوون يسوي مجاري، وهذه أبسط حقوق المواطن، بس الله ينتقم من كل سارق وظالم. أدنى الأخ مؤيد السيفي يقول: أين الميزانيات الانفجارية؟ سيد مؤيد لما سأل هذا السؤال، هذا السؤال ينطرح على مجلس الحكم الانتقالي، على إبراهيم الجعفري، على اياد علاوي، على نوري المالكي، على حيدر العبادي، على عادل عبد المهدي، على مصطفى الكاظمي، على زعيم حكومة الإطار التنسيقي محمد الشيع السوداني. كلهم مساءلين، لانه انتم من 2003 لليوم ميزانياتكم الانفجارية فقط 8 سنوات اللي قادهن نوري المالكي، او مقاد ما ادري ايش اسميها، اللي تزعمها نوري المالكي ما يقرب من 1,000 مليار دولار، بس ذني الثمانية، البقية شقد؟ انتو حسبوا بثمان سنوات الأموال المسروقة من العراق هالقيمة، ب21 سنة شقد؟ عقدين من الزمن، عقدين من الزمن صفقات فساد، موظفين وهميين، فضائيين، مشاريع وهمية، متنفذين استيلاء وغسيل أموال، وأكو ناس ما سامعين بيهم، وأكو مليونيرية اليوم بالعراق ما سامعين بيهم، وبكل شارع اليوم أكو الاستاد والحجي والخال والسيد، ذولا منو؟ ما حد يدري، بس عندهم سيارات مصفحة مضللة وعندهم حمايات والناس تهابهم وتخافهم. زين ذولا منو؟ هم ما أدري. تريدون تعرفون لوين وصلت مطامع الأحزاب والميليشيات المتنفذة؟ أنتوا تعرفون كل شيء، أنه المطامع مالتهم هي دوائر الدولة، الأراضي، المساحات الخضراء مثل ما قلنا البارحة. لا، اليوم مطامعهم تغيرت. الجماعة يقول لك يا با ما بقى شيء بالعراق ما استولينا عليه، بقت شغلتين. العراق بشنو مشهور؟ بلاد الرافدين، دجلة والفرات. فالجماعة ببغداد قال لك يا ببقت على دجلة. فتخيلوا
مطامع الميليشيات المتنفذة والأحزاب راحت المجرى نهر دجلة ببغداد وسوت عملية جديدة اللي هي عملية طمر لمجرى النهر بمنطقة الدورة تحديداً بمنطقة البعيثة، وبنوا على الأراضي الجديدة منازل ومساكن، ومصادر محلية تقول إنه اللي تجاوزوا تسببوا تراكم الأنقاض على ضفاف النهر والتجاوز على حصة المواطنين اللي بالصفحتين مو بالنص، وشوهوا منظر النهر بدل ما أن يكون ضفاف النهر ككورنيش مكان حلو مريح لاستجمام المواطن مثل اللي موجود بكورنيش أبو نواس، كورنيش العظمية، كورنيش الكاظمية. المصادر تقول إنه التجاوزات تسببت أيضاً بتلف بالمناطق الرخوة اللي كانت واسعة وصارت بالفترة الأخيرة ضيقة جداً بسبب الاستيلاء، والناس تتساءل شنو دور الحكومة بإيقاف هؤلاء المتنفذين ودورهم التخريبي بتشويه بغداد وشريانها الحيوي المتمثل بنهر دجلة. مطامع الأحزاب الجديدة إلى النهر. راح يعبرون علينا والدفن مستمر. شوف الدفن هذا الطمر، شوف هذا الطمر لين النهار مستمر. هاي دجلة سووها، شوف هذا العرض كله، وهسه راح أصور العرض الحقيقي من جوا الجسر. شوف هذا الفيديو الثاني يوضح العرض الحقيقي لدجلة ايش قد عريضة. شوف البداية والنهاية، النهاية ما تبين، وقارنه ويا ذاك الفيديو الأول مال الدفن ايش قد صاير، يعني ما يطلع 90% يعني دافني. شوف هسه راح نصير جوا الجسر يبين بعد البعد الحقيقي لدجلة، العرض الحقيقي لدجلة. شوفه من جوا الجسر، شوفه الضفة الثانية ما تبين. كان اكو فيلم كرتوني عراقي قديم اسمه الأميرة والنهر، يتكلم عن ملك بابل اللي عنده 3 أميرات يطلب من عندهم انه يعبرون بحيرة حتى يجيبوا يلقون وردة، الوردة لما تكبر وتفتح يطلع بها التاج، اللي تقدر تجيب الوردة تصير هي الملكة وراء. القصة مو هنا، فهم عندهم مصاعب من ضمنها اكو وحش بالبحيرة اللي عبروها. فالقضية هنا ذكرتني فيلم الأميرة والنهر، فأني أطلب من شركات الإنتاج التلفزيوني طلب أخوي من عندهم أن ينتجوا لنا فيلم جديد اسمه الأحزاب والنهر، بما أنه هم بلشوا ويا النهر تاليتها وبعد يومين راح تروحون. أكو صور ثانية لمنطقة الدورة همينة التقطة حديثا اللي يحكي بها الحال اللي وصل إلى مجرى النهر بعد أن ضاقت مساحته، بعد أن استحوذت عليه جهات متنفذة وطالبوا ناس الجهات المختصة أن تنفذ حملة لإزالة التجاوزات على مجرى النهر ورفع الأنقاض اللي انطمر بها مجرى النهر ومحاسبة اللي يوقف وراء هذا المخطط اللي يهدف إلى الاستحواذ على أراضي وبيعها بالتواطؤ ويا ميليشيات متنفذة ببغداد. نهر دجلة ببغداد هذا حاله. زين هذا يا راس حرام كبير، يا راس سياسي كبير وعده نفوذ اللي قدر يطمر هذا الشط من الطول للطول. هذا طبعا بدأ يبدأ من الزيوت النباتية إلى أن ينتهي بسعيدة، تقريبا بسعيدة أو أقل من سعيدة، اللي هسه هو ويا الشط هذا ما حد منتبه له، ومنتبهين له أنتم بس ما تعشون. أنا منتبه له وصورته، وشوف الطمر ماله، شوف البيوت، شوف الطمر هذا، شوفه شوف والله حتى نفايات بيه. هسه راح تجيكم شلون النفايات هاي، شوفوها نفايات والنوبة بيوت بانين بيوت وقطع زين، هاي من يشتري؟ شوف النفايات مالتهم، الشط مسوينه 20 متر 30 متر ما اعرف الشط ايش قد مسوينه. هسه هذا ايش تتوقعون؟ هذا دجلة؟ هاي دجلة الخير يا ام البساتيني؟ هاي دجلة؟ هذا شط، هاي ساجية كانت عندنا منطقتنا، ساجية يمكن بكبرها، ساجية عندنا بكبرها نسمح بها لا يذكرون الأجيال السابقة. شوف الجماعة شو مسوينه، طمر بالنفايات وبالأوساخ وبالقردة ويبيعوها، وشوفوا يبنون بيوت وقصور بها. زين انت تشتري ما تحسب حساب الغرام؟ لا تشوفون، فما بقى شيء، مساحات خضراء أخذوهن، مساحات خضراء أخذوهن، ملاعب أخذوهن، جوامع أخذوهن، قطع أراضي تابعة للدولة أخذوهن، مطارات أخذوهن، ما بقى شيء.
حارة وش يسوون. بس أريد أقول لكم شغلة واحدة، الإمارات لما بنت، هي مو جزيرة يمكن جزيرتين يعني النخلة، بس هي المشهورة جزيرة النخلة، إنه لما نطير بالطيارة مدل ما أعرف ارتفاعها إيش قد تشوفها، تشوفها منظر جمالي وحلو وما أعرف شنو، وبيها خدمات وبيها ما أعرف شنو، صار لها سنين عايشة الجزيرة، وأكو جزر أخرى بنتها الإمارات العربية المتحدة، بس بنوها لأنه احتاجوا مكان، احتاجوا مكان. احنا ما محتاجين مكان، احنا اراضي صالحة للزراعة وما مستغليها، وقطع سكنية وما مستغليها، راحوا يبقولي الارض الحرام اللي بصف سكة القطار وباعوها، والقطار يفوت من قدام البيت، بقى بس واحد يسوي له صينية ويقول له لا ابو القطار عليك الله تنزل تتغدى يمنا، بس هاي بقت حارب قطع الأراضي اللي موجودة بالعراق كلها من شمال الجنوب، عافوهن وراحوا يبقون شكو موجود تابع للدولة، والأهوار جفت والنهر طمروه والمساحات الخضراء راحت والمطارات المساحات الكبيرة راحت، والأراضي الحرام بحيث هسه تلقي أنبوب نفط موجود بقاع يملكها شخص، عواميد مال ضغط عالي مال كهرباء موجودة بقياعين يملكوها أشخاص، وأنابيب مال كهرباء، أنابيب مال مي، وأسلاك مال كهرباء، وأنهار، هاي كلها صارت اليوم بالعراق ملك صرف إلى أشخاص، والسبب إنه أكو ناس ما تعرف من هم دا يبيع بكيفه. إبراهيم الحمداني يقول الدورة عرب جبور والبعيثة اندفن الشط وصار بيوت ومزارع والدولة تشوف وتسكت، ليش أكو دولة؟ أبو عبد المعز الشمر يقول أفسد وزارة الموارد المائية لا رقيب ولا حسيب عليهم. مصطفى العقابي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من ساهم بدمار العراق ونهب ثرواته وتمزيق وتجويع شعبه، الله ينتقم منهم جميعا. وأبو زهراء الذهبي، الجماعة بنوا بيوت ومجمعات سياحية داخل نهر دجلة في بغداد. والله يا أخي أبو زهراء هم لبانين مجمع سياحي بداخل النهر، الناس تستفاد من عنده والطب تتنفس به ومنتجع حلو أوكي، بس أكو منتجعات بالعراق اليوم منتهت، مثلا الحبانية المدينة السياحية الموجودة بالحبانية، قرية السندباد اللي موجودة بالبصرة، مدينة الثرثار، هواية أكو مناطق سياحية اليوم بالعراق مهملة. إضافة إلى ذلك آثار العراق من زقورات وقصور قديمة، إضافة إلى مباني قديمة، كلها اليوم مهملة. إضافة إلى ذلك آثار بابل اللي عمرها أكثر من 7000 سنة تقريبا تسرق اليوم وتهدم، والطابوق أو الحجر اللي انبنت بآثار بابل اللي عمره بال6000-7000 سنة دا تنبني بيه بيوت والحكومة ما دايرة بال، تخيل الحال. القطاع الصحي العراقي بانهيار مو طبيعي، هذا احنا كنا نعرفه على مختلف الأصعدة، وفشلت الجهات اللي أشرفت على إدارة هذا الملف خلال عقدين من الزمن أن تنتشل هذا الملف من واقع المأساوي وتصححه، بل هي المساهمة بترديه بشكل مضاعف بسبب فسادها وإهمالها وغياب الرقابة عليها. من غير المستغرب لما تروح إلى مستشفى وتلقاها ما بها موظفين، الطواقم اللي موجودة بالمستشفى وملاكاتها الوظيفية ما موجودة نهائيا، خصوصا بالأقسام الحساسة. بالبصرة أحد المواطنين اشتكى من عدم وجود موظف أو موظفين بقسم الأشعة، وين بطوارئ مستشفى البصرة اللي الجمهوري بمشهد، يدلل على حجم الانهيار اللي وصل لقطاع الصحة في حكومة الخدمة وعام الخدمات. تعال نشوف. هاي مستشفى الجمهوري، هاي طوارئ مال المستشفى الجمهوري، وعلى شعة وين؟ ولا بشر ولا واحد، وهاي العالم طاكر واحد. هاي مستشفى الجمهوري، هاي طوارئ مال المستشفى الجمهوري، وعلى شعة وين؟ ولا بشر ولا واحد، وهاي العالم طاكر حبيب قلبي، ما يحتاج لا تتعب نفسك، روح دور بالأقسام، أكو أفلام
هيك لوح مال افلام تروح تخليه بجهاز اشعه وتريد شو تصور انت تريده متمدد على جهاز الطفل ماتك وما اعرف شنو اكو جلوب اكس خليه على المكان تريد تصور اشعه او افتح الانترنت اكتب اسم جهاز الاشعه دور لك شويه تعب نفسك شويه راح تلقي شلون الطريقه اللي تشغل بها جهاز الاشعه وشغلها واخدم نفسك بنفسك ادري وين طابين فندق خمس نجوم وطاب انت الصبح ساعه 7 الصبح يقول لك الفطور على حساب الفندق ونازل يقول لك بوفيه مفتوح خدمه ذاتيه وتروح تشيل بكيفك ترى مستشفى يا عالم ترى ما صايره زين انتو ما حاطين موظف ما خايفين انه واحد يطب مثلا يجي يشيل هذا الجهاز اللي سعره ملايين عبالكم بس بالبصره لا حبيبي بميسان كذلك الامر ما مختلف فيديو وثق ان مواطنين من محافظه ميسان داخل مستشفى الصدر خلو قسم الاشعه والسونار من الموظفين على الرغم انه الفيلم او المقطع تصور خلال اوقات الدوام الرسمي الساعه 11 الصبح تعال نشوف السيد رئيس صحة ميسان الساعة الآن 11:15 سونار ماف هاي مستشفى الصدر العام سونار ما بيها والحالات الطارئة عندنا حالات طارئة وأي سونار ماف زين هذا تجي هنا تدق الباب عليهم سونار ما عندهم زين هاي مستشفى الصدر العام والساعة 11 تخابر المعامل الإداري يقول لك والله هذا وانتهى دوامنا يلا هاي مستشفى الصدر العام الساعة 11 ما عندهم أي سونار السيد المحافظ المحترم هذا واقع صحي بالعمارة بلا زحمة شنو انتهى دوامهم السوبر ماركت طاب ده يشتري له تشيس ما تمن ابو مخضر جاي يشتري من عنده كيلو طماطة فرن ما صمون جاي ده ياخذ من عنده صمون مكتبة ما قرطاسية جاي ياخذ مقلمة ومستحات واقلام رصاص الجهالة بالمدرسة ترى مستشفى يا ناس المستشفى ما بيها دوام بيها شفتات ايه ماكو موظف بمستشفى يداوم 24 ساعة على 24 ساعة لمدة 7 ايام بيها شفتات اكو اطباء الاختصاص يرجعون لبيوتهم بس يظلون على قيد الانتظار اذا اكو حالة حرجة تحتاج عملية يخابره يقول له لا تعال عندنا حالة مو زينة تعال شوفه بس ما المستشفى يقول له خلص الدوام ب 11:15 الصبح ما عندنا ابو اشعة ادري وين طابوه جاوبني وين طاب رايح السكلة مال عمال يطب يدور عمال دي يسوي البيت الواجهة مال البيت مثلا يغلف مرمر يغير كاشي ابو بواري جاي دي يسوي له كسر بالبوري حتى كسر البوري لو بالليل وعندك عرف تروح تجيبه يسوي لك بالليل حتى يصير لك مشكلة بالبناء او مستشفيات العراق يقول لك خلص الدوام بال 11:15 الصبح شلون وزير عندنا ومعاون اداري ما شاء الله ناس لما شافت علقت حسين موسى واتعس خدمة بالعراقية بمستشفى الصدر بميسان واقدر مستشفى احمد موسى والواقع الصحي بالعراق فاشل بمعنى الكلمه لا علاج لا كادر به حتى الممرض هم يتحاكى لو تروح للمكصبه العيادات الخاصه لو مستشفى اهليه لو ماكو تموت وابو حسين الميساني هذا لا يصلح مستشفى تدخل مسخن تطلع ميت وحيدر الفريداوي على مود المريض ينجبر غصمه على راسه يروح لهم للعياده الخاصه حسبنا الله ونعم الوكيل فكان هذا تعليق الناس على قضيه المستشفيات مع استمرار مسلسل الفساد بمطار بغداد الدولي اللي يعاني من إهمال وتخريب متعمد بسبب إدارات ما لها علاقة بالموضوع والصراع بين أحزاب سياسية متنفذة عليه منصات التواصل الاجتماعي بغداد والعراق ضجت بتعليقات ساخرة وانتقادات لحكومة السودان وإدارة مطار بغداد الدولي بعد تداول مقطع مصور شفنا بين قطاع التيار الكهربائي بأحدى صالات مطار بغداد بسبب المطر تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ف غرق المطار بظلام دامس تزامنا ويتداول مقاطع أخرى للحال المزري للمطار هذا السبب اللي قسم التواصل الاجتماعي ركز لنا على قضية المطار وبعنوان مطار بغداد يغرق بدوامة الفوضى والإهمال We'll be right back.
قلت الرئيس يدز لي مقطع فيديو عن المطار الحمام بيه والسيارات الطابقة المدنية مدري المن ما تعرفها والناس هوسة ما يليق بيكم كإدارة مطار. سمعتوا رزاق محيبس ايش قال؟ رزاق محيبس وزير النقل فعليا دا يلعب محيبس ويا الشغل مالته. يقول دولة الرئيس دز لي فيديو المطار بحمام وبمشاكل وما اعرف شنو، لعد حضرتك شنو شغلك حبيب قلبي؟ اذا انت وزير نقل ما متابع تنتظر الاعلى منك يدز لك والاعلى منك ما بيده شيء. حكمت محكمة البصرة على المتظاهر السلمي أحمد مهلهل بالسجن 3 سنوات بتهمة حرق مبنى مجلس المحافظة خلال تظاهرات 2018 على الرغم من سلميته ووجود مقاطع مصورة تثبت التزامه بالسلمية بوقتها. على أثر هذا الشيء تفاعلوا مغردين على قضية الشاب المتظاهر من البصرة وطالبوا الحكومة بالكف عن ملاحقة المتظاهرين السلميين وكيل التهم الكيدية لهم وتنشيط الدعاوى ضدهم قضائياً، وحذروا المغردين من مغبة استمرار زج الناشطين بالسجون وتهديدهم بالقضاء على وسم هاشتاغ أنصفوا أحمد مهلهل، علما أنه أحمد مهلهل حوسب على هذا الشيء واستدعوه إلى المحكمة وبرئ قبل ذلك وبعد ذلك أخذ مرة أخرى بقضية حرق مجلس المحافظة بـ 2018 والآن حوكم. علي الزهيري غرد على منصة اكس أنصفوا أحمد مهلهل سنستمر وصوتنا سيعلو وعلى المنظومة أن تعي أن التكتيم السياسي سيعجل من سقوطهم ونهايتهم. نور حمادي تقول الظلم يقف بالأفعال وليس بالأقوال، الحقوق تريد حلوق. وأركان الشمر يقول الأحرار يقفون كالبنيان المرصوص لبعضهم البعض وكلهم إيمان بقضيتهم العادلة، بين قوسين نريد وطن. ولينا سينيوريتا تقول أحمد طلع بال 2018 تظاهرات على مود المي الملوث وباقي الخدمات التعبانة وكالعادة تم اعتقاله وحبسه وطلع وراها تم اتهامه بحرق مبنى المحافظة، وطبعا هالشي زور وكيدي. أحمد عائلته جدا وضعهم تعبان ويحتاج عائلة سند يوقفون وياه. هاشتاغ أنصفوا أحمد مهلهل كان هذا، هاي التغريدة وغيرها على هذا الهاشتاغ اللي تصدر ترند العراق اليوم بعد أن أمرت المحكمة بسجنه لمدة 3 سنوات، وهاي القضية بها ضياع مستقبل إلى شاب مثل أحمد مهلهل إضافة إلى حرق قلب والده. فتتخيل وأب كذلك، فتخيل حال العائلة شون وحال الشاب كذلك شون. كل مشكلته وكل مصيبته وكل القضية اللي هو سواها طلع وقال أريد وطن، طلع وقال أريد مي، طلع وقال أريد كهرباء، طلع وقال أريد شارع، طلع وقال أريد نقضي على الفساد، كلا كلا للفساد، كلا كلا للمحسوبية، كلا كلا للطائفية، كلا كلا للاستيلاء، كلا كلا للأحزاب والمتنفذين. كل اللي قاله هي هاي الكلمات بس، ذن الكلمات يمهم مشكلة. بس يطلع لك واحد بمدينة الصدر على مود جباية مال عقار كتل واحد وصواب له 2 هذا عادي، يطلع لك واحد على مود مشكلة على محل بمدينة الصدر هم أنا يقتل له واحد هذا عادي، طلع لك واحد على مود مشكلة على لعبة مطلوبة طعن لصديقة مثل ما طلعنا البارحة وكتله هذا هم أنا عادي، نزاع عشائري مسلح بين عائلتين سلاح خفيف بيناتهم يتناوشون بشام طلقة دا يتونسون هذا عادي، بس يطلع مواطن يقول أريد حقي لا هذا مجرم وقمة الإجرام وعلى القضاء أن يتخذ كافة الإجراءات حتى يقضي على هذا الإجرام وهي قول الحقيقة. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة بإذن الله باكر بنفس الموعد ومواضيع جديدة. في أمان الله.